المشاكل قريبة على بعضها، كلها تتحدث عن قضية البطالة وسوء الخدمات والإهمال الحكومي، وعلى ما يبدو علاقة المسؤول بالمواطن تزداد سوء يوم تلو الآخر. نلاحظ هنالك ابتعاد ما بين المسؤول والمواطن، لا نرى هنالك رغبة كبيرة، الانسجام فيما بينهم غير متوافق، وهذه مشكلة بصراحة. يجب أن يكون هنالك مساع كبيرة بكيفية أن يعني ترطب هذه العلاقة. بالتالي ما من الممكن أن تكون جهود حكومية لولا دعم المواطن، ولا من الممكن أن يكون رفاه للشعب لولا دعم المسؤول. إذن كلاهما هي القضية مرتبطة مع بعض.